الشيخ، هل الاستعاذة من الشيطان الرجيم في الصلاة هل تكون في الركعة الأولى أم في جميع الصلاة؟ نعم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط. فيها قولان، والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة فتكون الاستعاذة في أول ركعة، إلا إن حدث ما يوجب الاستعاذة كما لو انفتحت عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتحت عليه باب الوساوس أن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.